أينما وليت وجهك في تايز لن ترى سوى آثار القصر. في وسط المدينة قلة من السكان فقط هي من بقيت في منازلها، وأخرى أجبرت على النزوح علها تجد ملاذا آمنا بعيدا عن قذائف الميليشيا التي تحصد أرواح العشرات يوميا. وعلى الرغم من الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر إبريل الماضي، إلا أن الخروقات والمواجهات في تعز لا تزال مستمرة دون توقف. المرور على الأزقة والشوارع أصبحت مغامرة لا يخوضها إلا أفراد المقاومة، الذين أعلنوا مؤخرا أنهم صدوا هجوما للميليشيا على أحياء الروضة والشماسي، سقط على إثره مدني وأصيب 9 آخرون. يأتي هذا القصف في ظل إدانات عديدة لمنظمات دولية، كان آخرها إدانة المفوضية السامية لحقوق الإنسان سلسلة الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون التي طالت المناطق السكنية والأسواق في تعز. فيما لا تزال مفاوضات الكويت تبحث عما يجعل الميليشيا تلتزم ولو بالحد الأدنى بوقف إطلاق النار. إذن لا يمر يوم على هذه المدينة المحاصرة دون أن يكتوي أبناؤها بنار حرب لا تستثني أحدا، فالحاضر مشوه والمستقبل مجهول.